يقول السائل: ما حكم من جامع زوجته بعد انقطاع دم الحيض ولم تظهر علامات الطهر؟ لا يجوز الجماع بعد الحيض إلا بأمرين: الأمر الأول انقطاع الدم نهائيا، الأمر الثاني الاغتسال. قال تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. شوف، يطهرن يعني ينقطع الدم، فإذا تطهرن يعني اغتسلن. فرتب جواز الجماع على أمرين: انقطاع الدم والاغتسال. فلا يجوز أن يجامعها قبل أن تغتسل ولو انقطع الدم.